أكمل الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. من أمثال الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد.